وفيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي، عايزين نقول لحضراتكم إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص على تفقد فرع النادي بمدينة نصر عشان يتابع كل الخطوات التنفيذية في المشاريع الإنشائية، وطبعا في مقدمتها مشروع إنشاء جراج النادي، ورافقه خلال هذه الزيارة كل من خالد مرتجي وأستاذ طارق قنديل، مهند مجدي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، وكمان الأستاذ محمد مرجان المدير التنفيذي، وسامح علي كامل المستشار الهندسي، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير الفرع. استمع الكابتن محمود الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل لآخر المستجدات في الملف الإنشائي داخل فرع مدينة نصر، وطبعا أبرزها الجراج اللي أكيد بطبيعة الحال مع انتهائه هيعمل فرق كبير جدا الفترة الجاية. صحيح، وإحنا يمكن قلنا الخبر ده من فترة وهنتابع مع حضراتكم دايما الجديد فيه برضو. الجراج ده زي ما إحنا بنتكلم بيهم يعني جميع الأعضاء لحل هنا أزمة ركنة العربيات، وعشان كده بيتم إنشاؤه على مساحة كبيرة بتصل ل 33,000 متر مربع، و بيستوعب زي ما قلنا 1000 سيارة تقريبا. بدأت الأعمال الإنشائية به منذ فترة، وبيجري العمل به على قدم وساق بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، ومن المقرر كمان افتتاحه أواخر إن شاء الله شهر مايو المقبل. وحل بقى هنا مشكلة تكدس السيارات بصورة نهائية، يعني يمكن أعضاء كتير كانوا بيشتكوا من القصة دي، لكن الحمد لله خلاص هنرتاح بصورة هنا نهائية، هيتم حل هذه المشكلة. ويذكر إن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد كلف برئاسة المهندس محمد سراج الدين وعضوية المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة للإشراف على مشروع إنشاء الجراج.